وللمزيد حول تزايد أعداد العمالة الأجنبية في العراق وآثارها على سوق العمل والاقتصاد العراقي ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. دكتور، بحسب اتحاد نقابات العمال فإن الحديث يدور عن 1 مليون عامل أجنبي في العراق، 800 ألف منهم غير قانونيين. ماذا يعني هذا الرقم؟ على أي نحو يقرأ، سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية الأمنية أو ما إلى ذلك؟ شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هذه الأرقام يعني حسب المصادر الرسمية، لكن أنا أعتقد يعني هذه الأرقام تذهب أبعد من ذلك، خصوصا وأن هناك يعني غطاء قد توفر لهؤلاء من قبل مافيات الفساد يعني الميليشيات وغيرها. هذا التأثير الحقيقة واضح جدا، هو تأثير ليس فقط اقتصادي، اقتصادي اجتماعي نفسي سياسي أمني بكل مفاصل الحياة. نشوف احنا يعني في أحياء كثيرة في بغداد الآن إصابات جريمة منظمة يقودوها يعني إن شئنا أن نسمي بعض المجرمين عتاد المجرمين من العراقيين، لكنه للأسف الشديد يزجون ببعض الداخلين بطريقة غير شرعية غير قانونية لاستخدامهم لأدوات كأدوات لهذه الجرائم، البتاوين وغير البتاوين. الحقيقة هناك أمثلة كثيرة ليس فقط في بغداد، في محافظات و يعني الآن أصبحت القضية يعني أبشع مما نعتقد من الناحية الاقتصادية، أيضا من الناحية الأخلاقية، من ناحية تفكك النسيج الاجتماعي وال يعني التقاليد والأعراف الاجتماعية. الحقيقة أثرت كثيرا على هذا الوضع، لأنه هناك الحقيقة أبعاد خطيرة الآن. نعم. منها تفشي طبعا ظاهرة استشراء استخدام التعاطي والمتاجرة بالحشيش. هل من الواضح دكتور أين يتركز أو تتركز هذه الأعداد؟ الحقيقة هناك أحياء حتى في وسط بغداد، في مركز بغداد اللي يديرها ميليشيات وديرها حتى مندسين في الأجهزة الأمنية. يعني احنا شفنا هناك حملة كانت على بغداد على هذا ما سمي العصابات والوجود غير القانوني لبعض العاملين أو العمالة الأجنبية. للأسف الشديد ليس جميعهم، لكن الأغلب اللي ظهر أنه هناك استخدام بشع لهذه المجاميع. للأسف الشديد أقول مرة ثانية، لأنه قسم منهم يبحثون عن مصدر رزق لعوائلهم إذا كان في بلدانهم، وإذا كان يعني جاءوا إلى العراق معهم. هذا وضع الحقيقة تتحمل الطبقة السياسية الفاسدة الجاثمة على صدور العراقيين والنظام المعاصص، لأنه أيضا شئنا أم أبينا هي قضية بها متاجرة، والمتاجرة نعم. هذه بها جوانب قد يكون مقبولا أمنية. دكتور في كل دول العالم أن تكون هناك عمالة أجنبية في بعض القطاعات، وهذا أمر متاح في دول العالم، لكن عندما نتحدث عن 800 ألف يعني تقريبا 80-90% من هؤلاء غير قانونيين، وبالتالي هناك مخاطر كثيرة كما تفضلتم. من المسؤول عن دخول هذه الأعداد ووقائها، وكيف يجري أو تجري عملية تنظيم وجودهم داخل العراق في مختلف المحافظات، أو حتى عملهم في قطاعات مختلفة، قطاعات خاصة في معظمها؟ المسؤول الأول هو دولة الاحتلال، أمريكا المجرمة والغزو الأمريكي الغاشم على العراق والاحتلال ووجود يعني المنظمات الجريمة المنظمة، وطبعا أيضا ميليشيات ونفوذ إيران. يعني الدول التي أرادت أن تسيء وتدمر العراق الحقيقة لها مصلحة ولها يد طولة في العملية. لذلك النظام السياسي هذا خلق من فكرة أنه العراق يدمر، لذلك استبيح البلد بأكمله منذ الأيام الأولى. يعني فتحت الحدود وتم الحقيقة جلب كل المنظمات الإرهاب الدولي إلى العراق، وبالمقابل هناك ميليشيات وهناك عصابات جريمة. وهذه العملية الحقيقة أرادوا بها تدمير العراق، مثل ما قلت أنا، تدمير النسيج الاجتماعي والصف الوطني العراقي. نعم. وزائد أنه البطالة العراقية. يعني الآن أنا ما أريد أسبق الأحداث الحقيقة في الحوار، هناك في يعني في 2022 إحصائية البنك الدولي وصلت إلى أنه 36%
الى 40% نسبه البطاله في العراق، يعني في 22 الان، نحن الان في 2024، يعني بالتاكيد هناك زياده تجاوزت ال 40% منهم من البطاله تحت خط الفقر. ايضا هذه النسبه تقريبا 40%، نسبه تعاطي الحشيشه الان يعني المخدرات في العراق الان بين الشباب فقط من الشباب هم 50%. هذه نتائج، هذه افرازات البطاله، افرازات نعم. العقد الاجتماعيه التي يمر بها الشباب العراقي. نعم. هذا جعل العراق يعيش في ثلاثيه التناقض انجاز التعبير دكتور، عماله اجنبيه تدخل بنفوذ احزاب وميليشيات بطرق غير قانونيه بمئات الالاف، بطاله تدفع الخريجين الى التظاهر في الشوارع لعدم وجود طبعا وظائف كما تتفضل بنسب هائله جدا، واخيرا حاله ترهل وظيفي وتعيينات سياسيه او المحاصصه كما جرى الحديث في الاخبار هذه الايام. كيف يمكن حل هذه المعضله او فك هذه الشفره؟ اولا هذا النظام الحالي لا يستطيع، لانه لا يعرف او لا يعرف نسبه النمو السكاني في العراق 3%، يعني سنويا العراق يزداد عدد سكانه اكثر من مليون، مليون وربع تقريبا، مليون و300 الف. هذه يجب ان تدخل ضمن ما يسمى يعني خطط التنميه المستدامه، لانه هناك ايضا نمو، وهناك حاجه للمدارس، حاجه للجامعات، حاجه لمراكز التاهيل والتدريب وغيرها. الزياده هذه تحتاج الى ربط بين ما تقدم هذه المؤسسات التعليميه، يعني مخرجات التعليم، مع حاجه السوق للعماله العراقيه. هذه لا توجد، لا توجد خطط تنميه مستدامه، ولا خطط خمسيه، ولا خطط عشريه كما نسميها احنا. اذا ماذا سيحدث؟ تحدث فوضى، لانه لا يعرفون مدى حاجه الفرد العراقي للعمل، للخدمه، للسكن، للرعايه الطبيه، غيرها. الفوضى هذه الحقيقه هي اللي جعلت الان الخريجين من العراقيين يتسكعون اما بالشوارع او يضربون في الشوارع، يتظاهرون بشكل واضح امام حتى حقول النفط، خريجين هندسه نفط وخريجين يعني حمل الدكتوراه وماجستير لا يجدون فرص عمل. هذه مأساة كبيرة الحقيقة، في العالم يبحثون عن الكوادر المتقدمة يعني بشق الأنفس، لكنه في العراق الآن الكادر التعليمي الذي فعلا مؤهل لخدمة البلد يرمى بالشارع. هذا السبب الحقيقة، هؤلاء الذين تغولوا في مسك بزمام الأمور بالسلطة في العراق الحقيقة لا يهمهم الآن خطة تنمية ولا خطة تشغيل ولا إحياء تأهيل المصانع. عندنا مئات بل آلاف المصانع المعطلة الآن بإمكانهم تأهيلها وتشغيلها حتى تستقطب البطالة. البطالة كبيرة، والمتخصصون في العراق الآن لا يجدون فرصة عمل واحدة رغم ما تصرف عليهم الدولة من مئات الآلاف من الدولارات على الفرد الواحد حتى يصل إلى الجامعة ويتخرج من الجامعة ويحصل على شهادة عليا، لكنه لا يجد فرصة عمل. هذا هو التناقض الرهيب في الترهل. الترهل هو أنه تشغيل أشخاص محسوبين عليهم، لا يملكون مؤهلات، لا يملكون شهادات، لا يمكن أنه يقدمون شيء بالحصيلة النهائية مفيد. وإنتاج العامل الآن منهم بالذات لا يتجاوز الثلث ساعة يوميا من ساعات العمل اليومي. هذه مأساة كبيرة الحقيقة، وهذا تحطيم للرقم القياسي في الحقيقة في هذا النوع من البطالة والكسل الوظيفي. شكرا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.